ونقول أننا وأرقص بمن تعلم وتربى وتأدب، ولولا المعلم ما عرفت ربي فكل الإكرام لك. لمن يعتدي على أي مؤسسة وخاصة مؤسساتنا التعليمية. لمحاصرة والدهم وأخيهم أستاذ علي شرافة، أتمنى له الشفاء العاجل. جهاد عيسى شباني مدرس تربية سليمة في مدرسة الملك خالد. يعني احكي لنا شو اللي حصل مع المدرس علي. المدرس علي كنا احنا في يعني من في اثناء الفرصة في دخول الطلاب، دخل الطلاب، واثناء دخول الطلاب اغلبيتهم يعني تقريبا 90% من الطلاب دخلت الحاجة جوات المدرسة، ويعني امرأة مسنة ونحترمها ونجلها، فدخلت بابها اثناء دخل الطلاب يعني سكبت كاسة من نسكافيه في وجه الأستاذ على فجأة، فتصرف عفويا وتلفظت بألفاظ يعني تسيل المعلم أمام عيني وأنا كنت المناوب يعني، فحجزنا في الموضوع وذهبت في شأنها، يعني لم تصب بأذى أو تضرب أو تهان أو غير ذلك، لأنها تعتبر كوالدة لنا. أستاذ علي هو رجل فاضل ورجل بار بوالديه ويحترم الكبار والصغار يعني، فتفاجأنا بعد الحادثة هذه انه اولاد هجموا على المدرسه يعني يتحلفوا للاستاذ ويتوعدوا، وتفاجأنا بالاعلام ان المراه ذهبت للمستشفى لم يصبها احد، وبتوقع انه للتغطيه ما قامت به لانه حرقت شويه من وجه الاستاذ ورقبته وصدره، وتدخلت الاولياء الامور وغير ذلك، وتطورت الامور كما ترى يعني، ويعني بعد يوم او بعد اخذ هدنه للعطوه اللي راحت، الاستاذ ما احبوا يتوجهوا لانه ما اساءوا لها، لو رأينا الأستاذ أساء لروحنا وذهبنا وقمنا بالواجب، لكان تعدي ويعني عدم قول الحقيقة ويعني عدم قول بعلم. فتفاجأنا في الأيام الماضية بالأمس قبل انتهاء العطوة أن مجموعة اعتدت على المعلم بعدما اختصر الشر وقال أنا اختصارا للشر سأذهب إلى مدرسة أخرى حتى لا أحرجكم وأتسبب مشاكل، ولحقوا به عند مدرسته الجديدة في ترقوميا بيد غادرة وهو متوجه للمدرسة، ونزل عليه بالعصي والدف وهشموا رأسه ووجهه وظهره وردود، وهذا ما حصل يعني، وهذه وقفة تضمنية يعني مش محتاجة تهويل هذا الشيء وعدم التثبت من الأمر. طب اليوم أنتم كمعلمين شو مطالبكم؟ مطالبنا أنه يعاقب الناس المعتدين ويفهم الشعب وأولاده الحقيقة التي حصلت، الأمر بويت بليل وضلل كثير من الناس وضل يعني خربوا سمعة الأساتذة والمعلم الفاضل الكريم البار العشرين سنة في هذه المدرسة ما عمل أي مشكلة. نطالب أنه ترجع الحقوق لأصحابه ويرجع المعلم للمدرسة ويرد له اعتباره. تمام، شكرا لك. أستاذ إسماعيل الشوبكي أمين سر اتحاد المعلمين في الخليل، يعني إحنا هذه الوقفة دعا إليها اتحاد المعلمين الفلسطينيين اليوم بناء على الاعتداء الآثم الذي تعرض له أحد معلمي مدرسة الملك خالد والذي تم الاعتداء عليه من قبل مجهولين في بلدته في ترقوميا، وهذا اعتداء آثم وغير مقبول وهو غريب وطارئ على مجتمعنا وعلى ثقافتنا. نحن في هذه الوقفة لنا عدة رسائل، الرسالة الأولى لسيادة الرئيس محمود عباس بأن قدمنا مسودة قانون بالتعاون مع نقابة المحامين تنص على تغليظ العقوبة للمعتدين على المدرسين وعلى المدارس، وأيضا يكون هناك حق عام لمن يعتدي على هذه المؤسسات على المعلمين، فنأمل أن يكون هناك إصدار مرسوم بتطبيق هذا القانون. الرسالة الثانية هي لمجالس أولياء الأمور ولجيران وأهالي الطلبة في المدارس أن يكونوا الدرع الحامي والواقي للمعلمين ولهذه المدارس حتى تسير وتعمل على أداء رسالتها بكل إتقان.
الرسالة الثالثة هي لأجهزتنا الأمنية بسرعة الكشف عن الجناة الذين اعتدوا على المعلم لوأد الفتنة في مهدها ولإحقاق الحق وإيجاد العدالة وحتى يأخذ القانون مجرى. بسام قهبو مدير عام التربية والتعليم في الخليل. ليست مطالب بشكل عام، هي حق للمعلم الفلسطيني حفظ كرامة المعلم ومكانته، وهذا ما تنص عليه يعني وزارة التربية والتعليم وتؤكد عليه. نحترم طلابنا ونحترم معلمينا، ويعني التأكيد على كرامة المعلم وصون كرامته في المجتمع. اتخاذ الإجراءات اللازمة من الأجهزة الأمنية بحق المعتدين، هذا يعني أمر طبيعي. شكرا.